معانا دلوقتي المدرب المتميز جدا كابتن سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي. ألف ألف مليون مبروك، والحقيقة يعني أنت مشرف في البيت الكبير، وموسم عصيب، ومبروك مبروك أن أنتوا فرحتوا الجماهير في النهاية. يعني أولا طبعا مبروك ليكوا الأول على البرنامج دوت ما شاء الله، وأنا مبسوط جدا أن أنا موجود معاكم. كابتن هاني مثل أعلى لينا من أيام ما احنا كنا بنلعب، ومدرب وشخصية كلنا بنعتز بيها، ومبسوط طبعا بوجودي مع حضراتكم. منورنا يا كابتن سامي. علي صوتك بس ماشي. شوية علي كده، واحنا قاعدين في البيت احنا طبعا انت منورنا. شكرا. ومنور البيت الكبير، جماهير النادي الاهلي كمان يعني معتزة بيك جدا على المستوى الفني، وكمان على مستوى انت ما شاء الله يعني مدرب واعد، وكان ليك اكيد دور كبير جدا جدا. يمكن الناس ان شاء الله من خلال حوارنا هتعرفوا دور كبير جدا من خلال مشوار طويل جدا وتحقيق بطوله. انا في رايي كابتن سامي من البطولات الغاليه جدا على النادي الاهلي. خلينا نتكلم في كل ده، بس نطلع نشوف تقرير عن كابتن سامي قمصان ونرجع مع حضراتكم. سامي قمصان المدرب العام المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، واللاعب الموهوب السابق في الكتيبة الحمراء الذي استطاع أن يكتب اسمه بقوة ويشق طريقه إلى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في ظل وجود كوكبة من النجوم الكبار حينذاك. ولد سامي قمصان في 6 مارس عام 1976، وانضم لصفوف الشباب بالنادي الأهلي في موسم 95-96، وعمره آنذاك 19 عاما فقط، ليبدأ من وقتها عزف أنشودة من التألق رفقة الشياطين الحمر، وينجح في كتابة اسمه خلال 5 مواسم فقط بين قائمة أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي على مر تاريخه، قبل أن يرحل عن أسوار القلعة الحمراء في عام 2001. بدأ المشوار مع كرة القدم مثل الكثيرين من أطفال مصر المحروسة في الشارع، قبل أن ينضم إلى ناشئي فريق غزل شبين، وكان يحلم منذ بدأت قدمه في مداعبة الساحرة المستديرة بأن يرتدي قميص النادي الأهلي، وابتسم له القدر حين شاءت الظروف أن يخوض مع فريقه مباراة ودية أمام المارد الأحمر. وعقب نهاية هذه المواجهة سأل عنه بالاسم المدرب الألماني آلان هاريس المدير الفني للأهلي حينذاك، وطلب من إدارة النادي ضم هذا اللاعب الشاب. وبالفعل نجح الأهلي في حسم الصفقة بعد صراع مع الغريم المعتاد الزمالك، لكن قمصان أبى إلا أن يلعب ضمن فريق الأبطال والإنجازات الأهلي. وخلال 5 مواسم بقميص المارد الأحمر حصد سامي قمصان 8 بطولات محلية وقارية، ما بين بطولة الدوري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا. وفي نهاية موسم 2001 رحل سامي قمصان عن النادي الأهلي ليبدأ رحلة جديدة في مشواره الكروي، لعب خلالها لعدد من الأندية، وكانت البداية من بلدية المحلة ثم الإسماعيلي وأخيرا نادي إسمنت السويس. وفي عام 2008 قرر سامي قمصان اعتزال كرة القدم واتجه لمجال التدريب الذي بزغ نجمه فيه أيضا، إلى أن وصل لمنصب مدرب النادي الأهلي لتتواصل الرحلة من جديد مع حلم عمره بالتواجد في القلعة الحمراء.